معكم حول الحدث. أمل نادر، أهلا بكم في حلقة اليوم من معكم حول الحدث، برنامج تفاعلي سياسي يتوقف عند أبرز قضايا الساعة، نناقشها ونتمعن في أبعادها وخفاياها. في قضية اليوم جولة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من بيروت إلى القاهرة في عمان، والتي تأتي في ظل مزيد من التأزم في الأوضاع السورية والليبية، وتتصدرها بالتالي قضية الإرهاب واللاجئين. بين السطور روبورتاج من القاهرة يلقي الضوء على قضية إسلام بحيري الذي كان يقدم برنامجا دينيا على قناة القاهرة والناس الفضائية قبل إدانته بتهمة ازدراء الأديان. خارج نطاق التغطية، واقع الصحافة والصحفيين في العراق انطلاقا من التقرير الجديد لمنظمة مراسلين بلا حدود. ترافقني في الإعداد راشحة التميمي، وعلى الهندسة الإذاعية إيغو فيولاس. قضية اليوم، للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يقوم بجولة تضم بيروت والقاهرة وعمان، فإضافة إلى الوعود بمساعدة الجيش اللبناني وأيضا مساعدة الدولة اللبنانية في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين على أراضيها، تم التوقيع مع السلطات المصرية على عدد من الاتفاقات في مجال المجال الاقتصادي قبل التوجه إلى الأردن. ولكن هذه الزيارة تزداد المخاوف أوروبيا من انتقال الإرهاب عبر البوابة الليبية، كذلك تتزامن هذه الزيارة مع انسداد الأفق بالنسبة للأزمة السورية، والنتيجة مزيد من اللاجئين الهاربين من الموت والمكدسين عند مداخل أوروبا. للحديث عن مضامين هذه الزيارة أرحب معي في الاستوديو أستاذ إلي مصبونجي، أنت مدير مكتب صحيفة لوريون لوجور في باريس، أهلا بك. أهلا فيك. ومن القاهرة الدكتور حسن نافع الأكاديمي والسياسي المصري وأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهلا بك دكتور حسن. وأيضا ينضم إلي من القاهرة موفد مونتي كارلو حسن الحسيني. حسن، أنت ترافق الرئيس الفرنسي في جولته، بداية يعني إضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية العديدة التي تم توقيعها، هذه من القاهرة ناقشت قضايا مهمة أساسية على المستوى السياسي الإقليمي. حسن، الرئيس الفرنسي أعلن أنه مع الرئيس المصري بالأزمة السورية والتطورات في ليبيا والحرب في اليمن، إنهاء الحرب في اليمن، وشدد على ضرورة أنه يتعين تسوية هذه الأزمات، وأيضا شدد على محاربة الإرهاب الذي يضرب المنطقة وأوروبا، مضيفا لدينا روابط قوية ومسؤوليات مشتركة، فأوروبا لا يمكنها الاعتقاد أنها قادرة على حماية نفسها من الشرق الأوسط المضطرب، وليس بمقدور الشرق الأوسط أن يفكر بأنه قادر على حل الأزمات التي تعصف به بمفرده. وأشار إلى أن البلدين يعملان لحل الأزمات في المنطقة، للخروج من الأزمة السورية، وفي ليبيا للانتقال السياسي، ولكن في الحقيقة وجهات النظر غير متطابقة كليا. فبالنسبة لسوريا هناك تباين كبير في وجهات النظر، النظام المصري يدعم. إذن هناك تباين السوري. حسن، سنتابع، ابقى معنا، ولكن أود أن أنتقل إلى ضيفي في القاهرة دكتور حسن نافع. يعني هذه الزيارة للرئيس الفرنسي إلى مصر، ما هي المجالات التي تعد مصر بشأنها شريكا فاعلا واستراتيجيا لفرنسا في هذه المرحلة؟ أعتقد أن القاهرة تشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط ككل. نحن نعرف أن فرنسا ضربها الإرهاب عدة مرات الأخيرة، وبالتالي هي ترى أن استفحال الإرهاب في المنطقة
والآن الجبهة الليبية تكاد تكون جبهة يعني مرشحة لتزايد العمليات الإرهابية والضغط على أوروبا سواء من خلال العمليات الإرهابية أو من خلال الهجرة. مصر هنا تصبح ركيزة أساسية للسياسة الفرنسية، وقد شهدت الأشهر الأخيرة تطور مهم في مجال الانفتاح على مصر. هناك صفقات سلاح أبرمت، بل إن الاتفاقيات الأخيرة تضمنت أيضا تعاونا في مجال الفضاء على سبيل المثال، وهذا يشير إلى أن العلاقات بين القاهرة وباريس تدخل مرحلة نوعية. لكن هذا لا يعني بالطبع أن كل أن وجهات النظر تتطابق حول مختلف الملفات. سنتحدث عن الخلافات في وجهات النظر. أستاذ إلي مصبونجي، يعني هل مصر اليوم هي الشريك الأنسب؟ هل هي شريك فاعل وناجع؟ شريك طبعا، ولكن فاعل أو ناجح هذا يتغير حسب المعطيات وحسب تطورات الأوضاع وحسب العلاقات بين فرنسا أو بالأحرى موقف الفرنسي تجاه الأزمات في المنطقة. وبالنسبة لمصر طبعا هنالك مد وجزر، والعلاقات تتغير بحسب العلاقة بين الأنظمة. كانت العلاقات ممتازة، بل كانت هنالك شراكة حقيقية بين مصر وفرنسا في عهد الرئيس مبارك، ومن ثم تغيرت الأمور وأصبحت هذه العلاقة كما قلنا بمد وجزر حتى استقرت الآن. وهنالك إرادة فرنسية لإعادة الوضع على ما كان عليه، أي الشراكة الحقيقية بين البلدين. ليس هنالك عائق برأيي أن تعود العلاقات كما كانت على في عهد الرئيس مبارك، بل أفضل من ذلك، ممكن أن تكون أفضل من ذلك. وهذا طبعا كله كل هذه الأمور هي حاليا موضوعة على بساط البحث، ولكن خلال الزيارات هي تبدأ مرحلة أو تنهي مرحلة بشيء ملموس. بالنسبة لمصر هذه زيارة هي بداية خطة أو برنامج جديد بالعلاقة بين فرنسا ومصر، علما أن على الصعيد الاقتصادي بدأت هذه العلاقة منذ بدء العهد وتم توقيع السيسي. عدد من الاتفاقات العسكرية أيضا، تم اتفاقات عسكرية واقتصادية ومشاريع تعاون فرنسية، وهنالك إعاز من السلطات الفرنسية العليا للشركات الفرنسية أن تستثمر في مصر وأن تشارك في الورش الكبرى، مثل إشادة المدينة الجديدة التي المعروفة بالعاصمة الجديدة لمصر، وأيضا في مشاريع كبرى، وكذلك علاقات بين المؤسسات الكبرى التجارية أنت تقول هناك والعامة. هناك إعاز من السلطات الفرنسية لرجال الأعمال للشركات الكبرى بالتعاون مع مصر. حسن الحسيني، يعني أنت ترافق الرئيس الفرنسي، مسألة حقوق الإنسان في مصر تطرق إليها الرئيس، ولكن هل هذه الدعوة لاحترام حقوق الإنسان بشكل عام في مصر هي مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، أم أن سيكون لها وقع؟ يعني في حين نتحدث عن مليارات الدولارات حقوق الإنسان تأتي في الدرجة الثانية. الرئيسان تحدثا عن حقوق الإنسان كل منهما بطريقته ومن نظرته. الرئيس المصري يتحدث عن حقوق الإنسان من وجهة نظر تأمين التربية للأولاد، الدراسة حقوق من ناحية العيش، القدرة على العيش، تكريم حقوق. بالتالي هو يقول أن قضية حقوق الإنسان إثارتها بهذا الشكل يهدف إلى إضعاف مصر واستهداف مصر، وبالتالي إذا ما سقطت مصر في المنطقة كلها ستسقط. هذا الكلام يشير إلى الخلاف الكبير بين الطرح الفرنسي والطرح المصري. الرئيس الفرنسي بدوره يتعرض لضغوط من منظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان التي تندب حقوق الإنسان بمصر وبانتهاكات الحريات العامة،
ولكنه أيضا تحدث بوضوح وقال أن الأوضاع في مصر مواجهة الإرهاب وفي المذلك تعرضت له فرنسا، وهذا لم يدع من الرد الفرنسي على هذه المسائل عبر دولة القانون. نعم حسن الحسيني، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من القاهرة. أتابع مع ضيفي دكتور حسن نافعة، هل الجواب جواب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان مقنع بالنسبة لك؟ يعني أنت كمصري، وهل فعلا أولوية الأمن هي أهم أحيانا من الحقوق والحريات؟ لا، حديث الرئيس السيسي يؤكد أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكنه يحاول تبرير هذه الانتهاكات بأن مصر تواجه ظرفاً استثنائياً وأنها تواجه تحديات أمنية خطيرة أكبر بكثير مما تواجهه فرنسا، وبالتالي يجب إقامة نوع من التوازن بين المتطلبات الأمنية، متطلبات الدفاع عن الأمن الوطني، وحتى لا تتحول مصر إلى دولة فاشلة مثل سوريا أو العراق أو ليبيا أو غيرها من هذه الدول. هذه نغمة نسمعها كثيراً، ولكن الرئيس الفرنسي كان حريصاً أيضاً في إجاباته على تساؤل عن ما تتعرض له فرنسا من إرهاب، وماذا كان يمكن لفرنسا أن تعمل لو كانت تواجه ظروفا مثل الظروف التي تواجهها مصر. الرجل أجاب بوضوح أن فرنسا تعرضت لعمليات إرهابية، لكنها تصرفت في حدود القانون وفي سياق احترامها للقانون، وبالتالي الأساس الفلسفي والرؤية العامة تختلف من نظام سياسي إلى نظام آخر. لكن أنا أظن أن قضية حقوق الإنسان لن تؤثر على العلاقات بين مصر وفرنسا، لأن المصالح هي الأساس في هذه الحالة. الرئيس الفرنسي يواجه بضغوط داخلية لتدفعه لكي يسير هذه القضية مع نظيره المصري، والرئيس السيسي يشرح له أن مصر تواجه ظروفا أمنية معقدة إلى آخره، وهي ستتعاون مع كل الملفات المفتوحة بما فيها ملف المواطن الفرنسي الذي مات في السجون المصري. إذن مصر تواجه أوضاعا أمنية صعبة أستاذ إليما سبونجي، يعني في ظل هذه الأوضاع الأمنية الاستثنائية، هل مصر آمنة بما يكفي لاستجلاب الاستثمارات الأجنبية؟ نعرف أن زيارة الرئيس أولاند تأتي بعد زيارة أيضا للملك السعودي الملك سلمان. عندما تقرر أو عندما تذهب المؤسسات الكبرى الخاصة والعامة أو الوفود بالأحرى، الوفود الحكومية وغير الحكومية التي تريد أن تجلب أو تؤمن أو تشارك في مشاريع في بلد ما، عندما تذهب لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع في حينه، إنما هذه الزيارات أو هذه الاتصالات هي تضع الحجر الأساسي لتعامل أو لتعامل مستقبلي، وتحاول التعرف إلى القوانين التي تضمن الاستثمارات أكثر ما طبعا إذا كان الوضع متدهور جدا، وهناك مثال ليبيا ليس هنالك أي شركة تذهب الآن، إنما في هنالك بعض الشركات الخاصة تكون في عز المعركة، تكون تتواجد في الدول التي فيها حتى مشاكل في الدول التي فيها حروب. دكتور حسن نافع، أود أن أطرح عليك نفس السؤال قبل أن أتحدث قليلا عن لبنان. يعني في ظل ما يجري في سيناء، في ظل الأحداث الأمنية التي تظهر بين الحين والآخر، هل مصر اليوم دولة آمنة لاستقبال الاستثمار الأجنبي؟ مجرد إتمام هذه الزيارة بالرغم من كل العمليات الإرهابية التي جرت، ورغم ما أثير عن قضية ريجيني على سبيل المثال، وهي قضية خطيرة في الواقع، لكن الشركات الفرنسية تأتي بشكل مكثف جدا، وبالتالي هناك استثمار في مصر، وهناك اعتقاد
بأن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن الانتهاكات التي جرت لحقوق الإنسان هي انتهاكات ربما لا تكون مقبولة ولكنها يعني متوقعة أو شيء من هذا القبيل ولن تؤثر على استقرار الدولة ككل الذي يهم في نهاية المطاف الاستثمارات الفرنسية في منطقة شديدة الاضطراب وفي منطقة تواجه يعني انهيارات للدول وفشل كبير لعدد من الدول فيها. ما تزال مصر بالمقارنة بهذه الدول تعتبر من الدول المستقرة نسبيا ومن الدول التي يتعين تقويتها والاعتماد عليها. دكتور حسن ابقى معي لو سمحت، سنتحدث قليلا عن لبنان والزيارة إلى لبنان. معكم حول الحدث أمل نادر. مجدد الترحيب بضيفي إلي مصبونجي مدير مكتب لوريون لوجور في باريس، دكتور حسن نافعة أستاذ جامعي وأكاديمي من القاهرة. أستاذ إلي مصبونجي، يعني الرئيس الفرنسي زار لبنان قبل أن يصل إلى القاهرة، ولكن سؤال بديهي، ما الهدف من هذه الزيارة؟ لماذا يزور لبنان الآن في ظل الفراغ الرئاسي والمنطقة مشتعلة، يعني ربما الأوضاع في دول الجوار أهم بكثير من وضع لبنان؟ هنالك هدف أساسي وهو العلاقة الخاصة بين فرنسا ولبنان، وهي علاقة الأم الحنونة بابنها المدلل. هذا سبب أساسي، ولقد أجرى الرئيس هولاند على الأقل مرة، أعتقد مرتين الزيارة، وكان لابد من زيارة لبنان أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي والإمكانيات التي يمكن أن تضعها فرنسا بتصرف لبنان، وبشكل خاص المساعدات. وقد أعلن الرئيس هولاند على مبلغ 100 مليون دولار لمساعدة الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية للاهتمام بهذا العدد الهائل من اللاجئين السوريين، ومحاولة طبعا تحضير الأجواء أو حثهم على العودة حينما تترتب الأوضاع في بلادهم. هذه المشكلة الأولى بالأولويات الفرنسية. سنتحدث الآن عن الأولويات اللبنانية. بالأولويات الفرنسية هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو التعاون بشقيه الاقتصادي والعسكري. أما العسكري فهو الملح، الموضوع الملح. يعني الموضوع العسكري، هل المساعدة التي تقدمها الآن فرنسا للجيش ستعوض ما خسره من امتناع أو قرار السعودي بوقف الدعم للجيش؟ لا أعتقد، لأن الأرقام تتكلم، والثلاث مليارات زائد مليار رابع لا تستطيع فرنسا أن تؤمنها، ولكن لديها الإمكانيات الكافية لتقديم المعدات والأسلحة التي يحتاجها الجيش اللبناني وهو يواجه الإرهاب في صف الأول في الجبهة. لدى الجيش اللبناني حاجات يمكن أن تؤمنها فرنسا، وأن بالوقت الذي تحاول فيه أن تقنع السعودية بتغيير موقفها. وما هذا الإقناع أو هذه النقطة بالذات تحتاج إلى توافق إيراني سعودي، وهنا تكون القضية متشعبة. دعني أسأل دكتور حسن نافعة، من وجهة نظرك دكتور حسن، كيف تنظر لهذه الزيارة إلى لبنان في ظل فراغ رئاسي، يعني ويزور دولة دون رئيس؟ هو يعلم ذلك، ولكن هذا الوضع قد يطول، وهو يريد في النهاية أن يرسل رسائل مهمة إلى الداخل اللبناني أن فرنسا لا تنسى أصدقائها وأنها مستمرة في دعم هؤلاء الأصدقاء في حدود الإمكانيات الفرنسية، والتي لا يمكن بالطبع أن تعوض الوعود أو الأموال السعودية التي تم سحبها. ولكن يعني أنا أظن أن الزيارة مهمة من الناحية الرمزية، من الناحية السياسية، خصوصا وأن أوضاع المنطقة كلها متشابكة. هناك زيارة للأردن أيضا على الرغم من عدم وجود علاقة خاصة بين فرنسا وبين الأردن، بالإضافة طبعا إلى زيارة مصر. المنطقة كلها تشهد مرحلة
مضطربة، وتريد فرنسا أن تؤكد بهذه الزيارة أنها أيضا لاعب في المنطقة، وأن لديها دور تستطيع أن تؤديه مع أطراف مختلفة، سواء كانت هذه الأطراف تربطها بعلاقات تقليدية وتاريخية أم ليس كذلك، لأنها ترى أن الأوضاع متشابكة وشديدة التعقيد في المنطقة. فرنسا لاعب أساسي في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، ولكن أزمة اللاجئين أستاذ إلي مصبونجي، كيف يمكن أن تساعد فرنسا إضافة إلى الأموال التي تقدمها الآن لمساعدة اللاجئين في لبنان؟ ما الذي يمكن أن تفعله عمليا؟ هناك شقين، شق مالي وإنساني، أي الاهتمام باللاجئين المتواجدين حاليا على الأرض اللبنانية، أي من إيواء واستشفاء ومدارس، وهذا هو هذا هو الأمر الأساسي والملح، والذين باتوا يشكلون ربما أكثر من ثلث سكان لبنان أو الربع في الوقت نفسه. وفي الوقت نفسه العمل بالسياسة وبالدبلوماسية على تأمين عودة هؤلاء الناجحين، لأن المشكلة هي ليست فقط الدعم المالي لواجهة هذه عودة اللاجئين. يعني بالضبط، يعني تدفعني إلى سؤال بالنسبة للمخاوف من توطين أو احتمال توطين أو شبه توطين اللاجئين السوريين في لبنان. مخاوف، يعني هناك مخاوف لبنانية من هذه، مخاوف لبنانية كبيرة، ولهذا السبب أصر الرئيس. كيف تتعاطى فرنسا مع هذا؟ تتعاطى مع هذه الحساسية، وتفهم هواجس لبنان وهموم لبنان بالنسبة لبقاء هؤلاء. لبنان لا يريد أن تتكرر مأساة اللاجئين الفلسطينيين. لبنان يطالب فرنسا والمجتمع الدولي بشكل عام، وقد تحدث الرئيس سلام ورئيس بري عن هذا الموضوع بغياب رئيس الجمهورية طبعا، وأصروا على أن تعمل فرنسا من أجل عودة هؤلاء اللاجئين، لو على مرحلتين. المرحلة الأولى عودتهم إلى مناطق يستطيعون البقاء فيها على مرحلة أولى، والمرحلة الثانية أن على أنهم يعودوا إلى قراهم ومنازلهم أو ما تبقى من منازلهم عندما تستقر الأمور. فلبنان لا يريد أن ينتظر نهاية الأزمة السورية، لأنه ممكن هذه الأزمة أن تطول 10 سنوات أو أكثر. فلبنان يحرص على أن تساعده فرنسا وأن يساعده المجتمع الدولي على الحصول على هذه العودة السريعة بهاتين المرحلتين، أي حتى مرحلة ثالثة التي ممكن أن تكون تجمع النازحين في مناطق قريبة من حدود سوريا، ومن ثم في مناطق داخل الداخل السوري، ومرحلة ثالثة الذهاب أو العودة إلى القرى والمدن والمنازل التي تركوها بسبب العمليات العسكرية. دكتور حسن نافع، يعني جرى الحديث عن إقامة دوري خاص لمساعدة لبنان واللاجئين يعني في السوريين في لبنان. سؤالي هنا، يعني عقدت مؤتمرات من هذا النوع أكثر من مرة عبر السنوات السابقة وبقيت حبرا على ورق، كيف يمكن برأيك أن تفعل هكذا مبادرة مؤتمر؟ هل هو فعلا يعني خطوة إيجابية مفيدة؟ هي خطوة ربما يعني مسكنة، بعض الأموال تقدم، بعض المعونات الإنسانية تقدم، ولكنها لا تكفي أبدا يعني هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين. الحل الأساسي يكمن أولا في إيجاد تسوية للأزمة السورية، هذا هو يعني الوضع الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حل هذه المشكلة، لأنه لا أظن أن اللاجئين السوريين يريدون، وسوف يقومون على الفور بالعودة إلى ديارهم بمجرد أن تنتهي الأزمة السورية. ولذلك يجب تركيز الجهود على إيجاد تسوية سياسية لهذه الأزمة، وأظن أن فرنسا تدرك ذلك وكل القوى الأخرى تدرك ذلك. لكن المشكلة أن يعني القوى التي تحارب في لبنان، سواء القوى المحلية أو القوى الإقليمية أو القوى الدولية المشتبكة في هذا الصراع، ما تزال لديها مصالح متناقضة تماما وإمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة السورية في القريب العاجل
ما تزال محدودة، وهذا هو المأزق الذي تواجهه كل الدول. لذلك لا مفر من الحديث عن مؤتمرات دولية لتقديم إعانات للاجئين أو شيء من هذا القبيل، لكن الكل يدرك أن هذه المؤتمرات حتى إن عقدت ستظل محدودة التأثير ومحدودة الفعل. سؤال بديهي، هل يمكن لفرنسا اليوم أن تلعب دورا في حل أزمة الرئاسة في لبنان رغم كل الاشتباك في وتعقيد هذا الملف؟ فرنسا لديها الإمكانيات ولديها النية بأن تساعد الابن المدلل الذي يعاني من أزمة مؤسسات، وبالدرجة الأولى أزمة الناتجة عن عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد. ولكن فرنسا لديها تضع فاصل أو خط بين مساعدة المسؤولين اللبنانيين وإعطاء النصائح وبين التدخل في شأن اللبناني. هنالك يعني خط واضح بالنسبة للفرنسيين، وهذا الخط تحدثنا عنه مع مستشاري رئيس الجمهورية قبل ذهابه باجتماع خصوصا الشأن. هذا الخط ليس خطا ثابتا، إنما فرنسا تصر على أن تعطي النصح دون أن مثلا بالنسبة للرئاسة بدون إعطاء أسماء، وحتى دون أن تعطي المواصفات بدقة. يعني حتى رئيس الحكومة اللبناني دعا الرئيس هولاند إلى التدخل ولعب دور ما تحدثنا الآن منذ بعض لحظات عن الأولويات. أولويات بالنسبة للبنان أو للبنانيين تختلف. الأولوية الآن بالنسبة للبنان والمسؤولين اللبنانيين هي الرئاسة أولا، بأنهم لديهم قناعة بأن إذا انتخب رئيس جديد تصبح الأمور الأخرى برسم الحل. العودة إلى الدور الفرنسي، تستطيع فرنسا أن تعطي مبادئ، وهي كانت منذ البدء مصرة على أن يكون رئيسا توافقيا، وكانت تنصح دائما لا يمكن أن يكون رئيس العتيد رئيس يمثل فئة، يجب أن يكون توافقيا. أما ما حصل قبل زيارة الرئيس هولاند وهو واضح، أنه الرؤساء القادمين من الأوساط السياسية، الرؤساء الأربعة المرشحين بالأحرى، ليس الرؤساء المرشحين الأربعة، لم يساعدهم الحظ، لأن حصل هناك بلوكاج، يعني حصل هناك عوائق. وحتى بالنسبة للمرشحين الذين برزا، أي الرئيس المرشح النائب سليمان فرنجي والعماد الرئيس ميشيل عون، ممكن أن تكون المحادثات مع المسؤولين بعيدا عن الأضواء قد توصلت إلى نصح أو نصيحة فرنسية، أنه ممكن أن تأتوا بمرشحين من خارج النادي السياسي ربما. وهذه بعض التعليقات صدرت اليوم ونشرت في بعض الصحف قبيل ذهاب الرئيس هولاند. يمكن حتى المستشارين لم ينكروا ذلك، ممكن أن ينصحهم ليس تكنوقراط بالضرورة، أما رئيس لا ينتمي للنادي السياسي، ممكن أن يكون مسؤول أمني عسكري اقتصادي لا ينتمي إلى، ولكن لا يكفي أنه لا ينتمي، يجب أن لا يسبب بفيتو من أي فريق. ليس هذا الأمر بهذه السهولة، لأنه ممكن أن لا يحصل موافقة ولكن يوضع فيتو على هذا الاسم أو ذاك، فهذه ليس أمر. أما إذا كان رئيس ويظهر أنه جرى حديث من هذا القبيل، أنه فتشوا على رئيس أو من خارج هؤلاء الأربعة، لأنه بسبب الحواجز والعوائق التي لقوها. فإذا كان ذلك حصل، وممكن بالأيام القليلة حتى كتب شيء في الصحافة اليوم، ممكن أن الحظ أو الخيار يذهب باتجاه مسؤولين غير سياسيين أو تكنوقراط، ولكن ليس بالضرورة تكنوقراط.
نعم دكتور حسن، لن أسألك عن الأزمة اللبنانية الرئاسية، ولكن أود أن أسألك سؤال عن هذه المبادرة الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام. يعني الرئيس الفرنسي يصل إلى القاهرة بعد أن التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، ونحن نعلم الثقل الذي تمثله القاهرة في تاريخيا يعني في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ومسألة السلام في فلسطين. يعني كيف ينظر مصريا إلى المبادرة الفرنسية؟ رسميا مصر ترحب بهذه المبادرة الفرنسية، ولكن مصر تدرك أيضا حدود ما يمكن لفرنسا أن تقوم به، خصوصا وأن إسرائيل ترفض هذه المبادرة. ويعني واضح أن موازين القوى الحالية في المنطقة تميل بوضوح لصالح إسرائيل. إسرائيل لا تواجه بأي ضغوط من أي نوع، بما في ذلك البلد الوحيد الذي يمكن أن يمارس على إسرائيل ضغوطا هي الولايات المتحدة الأمريكية. وأوباما جرب قبل ذلك في موضوع المستوطنات ولم يفلح على الإطلاق، والعلاقة بينه وبين نتنياهو متوترة، وبالتالي احتمال يعني انعقاد هذا المؤتمر أو احتمال أن يؤدي هذا المؤتمر في حال انعقاده إلى نتائج ملموسة تبدو ضئيلة. لكن مصر طبعا تشجع الرئيس الفرنسي على المضي قدما على المحاولة. حتى الرئيس الفرنسي الآن يبدو ضعيفا داخل فرنسا، والأوضاع الداخلية في فرنسا لا تتيح له أن يصبح يعني له وزن كبير يؤدي إلى يعني على الصعيد الدولي إلى أن يصبح هذا المؤتمر ذا قيمة أو له فعالية أو تأثير حقيقي. أنت تشير إلى الضعف أو تراجع شعبية الرئيس فرانسوا أولاند. سؤالي الأخير لك أستاذ إلي ماسبونجي قبل أن نختم الجزء الأول من برنامجنا، يعني في ظل الأزمات الداخلية الفرنسية، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الزيارة؟ هل لها شرعية كبرى؟ هل ستساهم في تلميع صورة الرئيس هولاند؟ يعني ما هو هامش المناورة اليوم في السنة الأخيرة من عهد هولاند؟ يجب أن نضيء على الفرق بين وضع رئيس أوباما ورئيس هولاند. أوباما ليس لديه أي إمكانية للتجديد، أما بالنسبة لهولاند هنالك أمل بأن، وبالنسبة إليه وقد قال ذلك في المقابلة الأخيرة أو أوحى بأنه السنوات الخمس الماضية الذي يبقى منها سنة لم تكفي لمعالجة بعض المواضيع، ومنها الموضوع السياسة الخارجية ومواضيع هامة في السياسة الداخلية. بالنسبة لفرنسا وبالنسبة للمنطقة الشرق الأوسط وبالذات بالنسبة للبنان، هنالك خط مستقر وثابت للسياسة الفرنسية. لو تغير الرئيس وأصبح في فرنسا رئيسا من اليمين، هنالك خط سياسي أو مبدأ سياسي ستتابعه فرنسا، سياسة الصديق أو الصديق القديم والتقليدي. وهذا يلعب الرئيس حاليا رئيس هولاند دوره بقطع النظر عن إذا استمر أو إذا انتخب مجددا أو انتخب رئيس من الجانب الآخر من جانب اليمين. نعم، إذا السياسة الخارجية الفرنسية لا تتخير، خاصة بما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط. مفروض. شكرا لك أستاذ إلي ماسبونجي مدير مكتب صحيفة لوريون لجور في باريس. شكرا للدكتور حسن نافعة الأكاديمي المصري وأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. أشكر أيضا موفد مونتي كارلو حسن الحسيني الذي كان معنا في الجزء الأول. بين السطور. بين السطور روبورتاج من القاهرة يلقي الضوء على قضية إسلام بحيري رئيس مركز الدراسات الإسلامية بمؤسسة اليوم السابع، والذي كان يقدم برنامجا دينيا على قناة القاهرة والناس الفضائية قبل إدانته بتهمة ازدراء الأديان والحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. روبورتاج من القاهرة مع مستجاب عبد الله.
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة احتشد إعلاميون ومثقفون تضامنا مع الباحث إسلام بحيري المحبوس حاليا بتهمة ازدراء الأديان، مستنكرين الدعوة التي أقامها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وطالب فيها بوقف برنامج إسلام على إحدى القنوات الفضائية وحذف فيديوهاته من على يوتيوب لأنها تحتوي على مغالطات وتطاول على الإسلام. المثقفون استنكروا أيضا وجود مادة في قانون العقوبات تتحدى التفكير والاجتهاد وتجعل الأمور الدينية حكرا على رجال الأزهر. الكاتبة الصحفية فريدة النقاش: هذا التدخل تبيح للأزهر مجموعة من القوانين المقيدة للحريات، وهنا يعتمد الأزهر على هذا النص لكي يلاحق المثقفين والمبدعين. لابد أن يعود دور الأزهر ليكون دورا دعويا ولا يتدخل على الإطلاق في حرية الفكر. الدستور المصري ينص على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما اعتمد عليه الأزهر في تحريك دعوة ضد إسلام بحيري بعدما رأى أنه أساء للتراث الإسلامي. أحمد البوصيلي الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر: أكبر فهم سيء عن هذه المؤسسة العريقة أنها منعزلة تماما عن الحياة. كيف تنعزل عن الحياة؟ الأزهر لا يقبل إطلاقا أن يصدر دين من الأديان، لا يقبل إطلاقا أن يضم إنسان في وطنه، لا يقبل إطلاقا أن يعمد إنسان إلى تغيير هوية هذا الوطن. أما الشارع المصري فتباينت آراؤه تجاه هذا الجدل، هناك من رأى أن الأزهر لديه الحق. أنا طبعا تماما مع وقف البرنامج بتاع إسلام بحيري. إسلام بحيري بيطلع يعني بيهاجم قامات، وممكن الهجوم ده يوصل يعني لبعض الشتائم والحاجات ما ينفعش تتقال خالص بالنسبه للقامات دي. الحاجه الثانيه، شباب اصلا ما عندوش اساس ديني كويس ان هو يقدر ينتقد حاجه زي كده او يسمع حاجه زي كده. لكن اخرين تضامنوا مع اسلام بحيري. اسلام البحيري اما تبتدي تحبسه بتهمه ازدراء الاديان، اديان ايه اللي ازدراها؟ حتى لو انا مختلف معاه في جزئيه الطرح بتاعته، لا بس الراجل بيتكلم صح. طبعا الأزهر ليه دور مفروض ان هو قبل ما يسعى ان هو يقف البرنامج بتاع اسلام، ان هو يفتح قنوات شرعيه ينور الناس، عشان احنا وصلنا لفكره تطرفي كبير جدا. وكان قد صدر حكم على اسلام بحيري بالسجن 5 سنوات لاتهامه بازدراء الاديان، ثم تم تخفيفه الى عام، فيما تضامنت منظمات حقوقيه ومفكرون مع اسلام ومع الكاتبه فاطمه نعوت التي حكم عليها ب3 سنوات سجنا لاتهامها بازدراء الاديان ايضا. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية. خارج نطاق التغطية. خارج نطاق التغطية، واقع الصحافة والصحفيين في العراق انطلاقا من التقرير الجديد لمنظمة مراسلين بلا حدود يدق ناقوس الخطر بالنسبة للتدهور الخطير في حرية الإعلام في عدد من الدول من ضمنها دول عربية. ونتحدث عن العراق، ماذا بالنسبة لوضع حرية الصحفيين والصحافة في العراق؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا من العراق، أستاذ هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، أستاذ إياد الزاملي كاتب وصحفي عراقي حكم عليه بالسجن لـ2 سنوات، والأستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين. أبدأ معك سيد مؤيد اللامي، أنت نقيب صحفيين العراقيين، كيف تصف اليوم واقع الصحفيين في العراق؟ شكرا جزيلا. طبعا واقع الصحافة في العراق لا زال واقعا خطيرا، ولا توجد بيها عاملة للعمل. المساحة الواسعة للحرية خصوصا بعد عام 2003، لكن لا زالت الخطورة على الصحفيين العراقيين قائمة، وفي كل لحظة وفي كل مكان ربما يختطف أو يقتل صحفي هنا من قبل مسلحين أو من قبل تنظيمات إرهابية وحتى التفجيرات. الآن وصل رقم عدد شهداء الصحافة ضحايا الصحافة إلى 373 شهيد منذ عام 2003، وهذا الرقم ربما هو الأكبر في العالم. يعني لم يقع مثل هذا العدد لا في الحرب العالمية الثانية ولا حتى في حرب فيتنام، ناهيك عن مئات المصابين ومئات المشردين من الضحايا.
نعم. يعني أستاذ مؤيد اللامي حدثنا قليلا عن الواقع، واقع الصحفيين في العراق. أنتقل إلى الأستاذ هادي جلو مرعي، يعني أنت رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، وتسجل في المرصد يعني عدد كبير من فلنقل ضحايا الصحافة في العراق. يعني هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن أمثلة لما يتعرض له الصحفيون في العراق؟ أهلا بالزميلة أمل، تحية للأستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين، وللزميل أياد الزامري، تحية لجمهوركم الكريم. في الواقع أن هنالك أمثلة لا تعد يعني، ولا يمكن حصرها بسهولة في العراق منذ العام 2003 وحتى اللحظة، ولكننا وفقا لمتطلبات الوضع ونوع الظرف الذي نتحدث فيه، فأعتقد أننا يمكن أن نضرب أمثلة بسيطة ولعلها أو محدودة، أقصد وليست بسيطة، هي طبعا كبيرة ومعقدة ولكنها محدودة في العدد لظروف ولوقت يعني ربما ضاغط، خاصة في الفترة الأخيرة يعني خلال الأسابيع الماضية تجنى العديد من حالات التجاوز على الصحفيين، وهنالك أرقام يعني رصدتها نقابة الصحفيين العراقيين والمرصد العراقي للحريات الصحفية، وكذلك مراسلون بلا حدود التي تتلقى طبعا الكثير من التقارير من داخل العراق وتعتمد عليها في تقاريرها الدولية التي تتحدث عن هذا الوضع. يعني لو يعني لخصت الموضوع بشكل مفيد ومكثف، خلال الأيام الماضية حدثت جملة تطورات على صعيد الملف القضائي المتعلق بالصحفيين العراقيين، وعلى الملف الأمني بسلامة الصحفيين طبعا والتجاوز عليهم، وكذلك على المستوى الاقتصادي الذي يعصف بالواقع الصحفي العراقي، خاصة وأنه ما يعانيه الصحفيون في العراق وما تعانيه المؤسسة الصحفية العراقية هي طبعا عدا عن التضييق السياسي والأمني والمشاكل مع تنظيم داعش وبعض المؤسسات الحكومية، هنالك أيضا الواقع الاقتصادي الصعب الذي ألقى بظلال قاتمة على العمل في العراق وأدى إلى هجرة صحفيين وأيضا تركهم العمل وقيام بعض المؤسسات الإعلامية بإبعاد هؤلاء الصحفيين، وسجلت يعني النقابة خلال الفترة الماضية خروج الكثير من الصحفيين قسريا من مؤسساتهم الإعلامية رغم محاولات التخفيف عن ذلك وإيجاد فرص عمل لهم في أماكن أخرى، لكن أعتقد أنه القضاء العراقي أيضا برغم تعاونه المستمر مع الصحفيين ولكنه أحيانا يضطر للتجاوب مع إذا كانت فيها أدلة وقرائن، حتى لو كانت هذه الأدلة وقرائن قانونية ولكنها لا تتلائم حرية التعبير وإن لم تكن واقعية، ولكن المحاكم أحيانا تضطر للأخذ بها. مثلا في قضية أياد الزاملي رئيس موقع كتابات السابق الذي نشر خبرا نشرته فضائية، يعني هو لم ينشر خبر هو الأول في نشره وإنما سبقه آخرون، يعني هو كأننا الآن يعني أستاذ إياد سيحدثنا عن تجربته. نعم تفضل تفضل. لا أنا لا أتحدث عن تجربة إياد، أنا أتحدث عن هذه الوقائع التي سجلناها في المرصد بشكل مختصر، أقول يعني نعم. هنالك دعاوى قضائية رفعت على صحفيين مثل إياد وغير إياد واضطروا للرضوخ لأحكام قضائية قاسية بالسجن المشدد، وهذا أمر خطير للغاية، يعني أن يحكم على صحفي بالسجن المشدد لأمر لم يرتكبه، ثم أن هنالك صحفيون اضطروا أن يغادروا العراق بسبب تهديدات بالقتل، حصل هذا مع الزميل فلاح الفضلي أحد الصحفيين في محافظة ذي قار صادق الناصري بالأمس، قتل وجدها مرمية في الزبالة وهو مضطر للاختفاء مع عائلته دون حماية. أيضا هنالك اقتحام لبعض المؤسسات، حصل هذا مع أحد الصحف في بغداد قبل يومين، وما قام به تنظيم داعش من قتل الصحفيين في أكثر من مكان وبطريقة بشعة، هذا أيضا يؤشر حالة انتهاك متزايد لواقع حرية التعبير في العراق وتضييق أكثر على الصحفيين، وربما يضعف ذلك من مستوى الأداء الذي يمكن أن يكونوا عليه. أيضا الصحفيين في العراق للأسف مضطرون في الغالب أن يعملوا بمؤسسات إعلامية تابعة لقوى وأحزاب سياسية هي التي تفرض شروط العمل الصحفي من خلال التمويل، ولا يستطيع الصحفي الخروج عن نعم. هذه الدائرة إلا بنطاق ضيق. أستاذ هادي اسمح لي أن أتوجه إلى الأستاذ أياد الزاملي. أستاذ أياد يعني أنت صحفي حكم عليك بالسجن لعامين، حدثنا عن تجربة الحكم تجربة الاعتقال والحكم بالسجن، ويعني كيف عشت هذه التجربة؟
شكرا لك وشكرا لحضور الأستاذ هادي والأستاذ مؤيد. الحقيقة هذا خطهم هو يؤكد ويؤشر بأنه هناك تراجع خطير في حرية التعبير وفي حرية الصحافة، وهذا حكم في الحقيقة غريب. الأخ هادي أعتقد يعني قال الكثير فيما يخص هذا الموضوع وأشار الأستاذ مؤيد، لكن لا أحصر كلامي في هذا يعني في هذا الحكم. حقيقة هذا الحكم من الغرائب والعجائب. أولا هو أتى بعد ما نشر الخبر بعد تقريبا سنة ونص. ثانيا لم أبلغ وليس لي علم إطلاقا بالموضوع. بعدين أنا مقيم خارج البلاد 20 سنة يعني 20 سنة، فبالتالي يعني هذا حكم غريب. كثير من الخروقات القانونية شابت هذا يعني هذا الحكم من حيث التبليغ، من حيث خارج البلاد ما كان تبليغ قانوني. الحيثيات اللي قام عليه حكم حقيقة مش يعني ليس سليمة تماما. كيف واحد ينقل خبر من مؤسسة إعلامية وينقله إلى يعني هو مجرد ناقل وهو ليس رأي، وبالتالي يتخذ عليه حكم مشدد بهذا الشكل. هذا يؤشر ويؤكد بأنه للأسف يعني القضاء العراقي في هذه النقطة للأسف لم يوفق في كثير من الأحكام. وهذه محكمة النشر عندما أنشأت نعم عندما يعني قل لي أنت كيف أثر عليك هذا الحكم؟ ما هو انعكاسه؟ هل أنت تتخوف اليوم عندما تكتب مقالة ما حينما تتطرق لموضوع معين؟ طبعاً دون شك. طبعاً أنا طبعاً تم شعور بالخيبة والإحباط يعني والألم قضاء بلدك وأنت بعيد عنه بهذا الشكل بدون أن يعطيك ألم، وهو أمر يعني لو كان الموضوع ضمن إطار قانوني سليم كان ممكن يكون فيه جدال، لكن هو ظاهر الحكم هو ذو شكل قانوني، لكن سيدتي باطن الحكم واضح يعني بدوافع سياسية وأهداف سياسية من أجل حتى تقييد حرية التعبير، من أجل التخويف، من أجل يعني يرمون من وراء يعني أمور الخلفية أمور السياسية للحكم عليك. أستاذ مؤيد اللامي، أنت من تجربتك ومن موقعك كنقيب للصحفيين في العراق، حين نسمع أو حين تسمع أن صحفيين تقتل أبنائهم أو يهددون بالموت، يعني كيف يمكن أن نحمي الصحفيين هذه المهنة، مهنة الموت أو الخطر من الموت؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد هي مهنة الموت يعني ومهنة الخطورة الحقيقية يعني في العراق، ولا يمكن أن نجد آليات لحماية الصحفيين بشكل متكامل، لأن حالة التجيرات والعمليات الإرهابية تطال المواطنين وتطال أيضا الصحفيين إضافة إلى الشرائح الأخرى، لكن تطال الصحفيين بشكل منظم، لأن الصحفي هو دائما في موقع الحدث في المناطق الساخنة، في المناطق التي فيها تفجيرات، في المناطق التي يتواجد ربما فيها مسلحون، والمسلحون والإرهابيون للأسف أول ما يتناول الصحفي العراقي. عوائل الضحايا كثيرة، والدولة للأسف لغاية الآن لم تتعاون معنا بشكل كبير بشأن أبناء هؤلاء. نحن في النقابة نقدم لهم ما نستطيع تقديمه بشكل بسيط، لكن الآن نعمل على إيجاد مرتبات دائمة لهذه العوائل، وأيضا وجدنا تعليم لأبنائهم وفرص للعلاج والحماية بعض الشيء، لكن هذا لا يكفي. يعني الصحفي عندما يضحي بحياته من أجل ترسيخ مفاهيم الحرية والديمقراطية يجب أن يقيم ويجب أن تقف الدولة. الآن نحن في النقابة، والنقابة الآن في العراق أصبحت سلطة رابعة حقيقية، وباستطاعتها أن تسقط أي مسؤول لم يتعاون مع الصحفي في كل المجالات، ونحن نعمل الآن على زيادة هذه القوة من أجل حماية الصحفي حتى في مجال الأحكام القضائية. أغلب الدعاوى القضائية كسبناها، وحتى قضية الأخ أياد الزاني هي قضية كانت خاطئة من البداية، لأن يعني أولا هو الموقع ليس مسؤولا عنه منذ أكثر من سنتين ترك هذا الموقع، وثانيا أن الحكم صدر بدون أن يعلم الزميل أياد، ولم تبلغ النقابة. وأنا تكلمت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ مدحت المحمود في هذا الموضوع، وكان أيضا الرجل متضامن مع هذا الموضوع، وسنتكلم إن شاء الله خلال هذه الأيام مع القاضي المختص لحسم هذه القضية
التي ربما طاست على القضاء في هذا المجال. لكن استطيع واقول بان الصحفي العراقي هو من اجع الصحفيين في العالم، رغم ان الموت ورغم الملاحقه ورغم وجود هذه العمليات الارهابيه التي تطالب وتطال عائلته، لكنه يبقى يعمل بشكل مستمر وينقل الحقيقه. حتى ان الصحفيين الاجانب الذين كانوا يعملون في العراق قبل فتره الحرب شبه الاهليه في العراق عام 2006 و2007 و2008 ترك البلاد، وكل المؤسسات الأجنبية التي كانت متواجدة في العراق بقت في أيدي صحفيين عراقيين يديرونها. أي أننا أمام ظاهرة الصحفي العراقي الشجاع القوي الذي يضحي بحياته ولا يخاف من الموت من أجل نقل الحقيقة ومن أجل نقل صوت الفقراء والمظلومين، وأمام استهداف دائم. لدينا الآن أكثر من 1000 صحفي ناجح بعد دخول داعش الإرهابية إلى مدينة الموصل ورمادي وصلاح الدين. الآن هذا قسمهم، لكن معاناة الصحفيين كمعاناة كل عراقي على كل يعني يعيش الحرب ويوميات الحرب، ولكن الصحفي ربما في الصف الأول في هذه التجربة. أستاذ هادي جلو مرعي، يعني كيف تتدخل أو تتداخل السياسة بالعمل الصحفي إيجابيا أو سلبيا بالعراق؟ نعم، يعني في العراق بعد العام 2003 مع تعدد وسائل الإعلام وقنوات التواصل وكذلك تعدد القوى والأحزاب السياسية الفاعلة في البرلمان وفي الحكومة وفي المعارضة، وكذلك وجود أحزاب سياسية دينية قومية علمانية، يعني مسميات مختلفة وأشكال مختلفة، وفتح الطريق أمام كل من يريد أن يعمل في مجال الصحافة والإعلام والسياسة و قطاعات الحياة المختلفة. أصبح هناك تشابك غريب وعجيب، وأصبح عدد وسائل الإعلام ربما يفوق الحصر، يعني حتى لو عددنا العديد منها لكننا سنكتشف أن هناك أسماء بقيت مشهورة بالنسبة لنا. التشابك الذي حصل وسببه الأساسي طبعا هو عدم الاستقلالية. في الغالب وسائل الإعلام في العراق تتبع الأحزاب والقوى السياسية، ومن النادر جدا أن يكون هناك وسائل إعلام حرة، وأيضا رأي الناس يعني يتنوع ويتعدد أيضا بسبب الخلافات الطائفية والسياسية ونوع الولاء لهذا الحزب أو لهذه الجهة. هناك وسائل إعلام يعني ربما يكون مكروهة. الانتقام من الصحفي هو نوع من الانتقام من الفريق الآخر، يعني نعم، يعني هنالك من يحب قناة فضائية لأنها تتواءم مع أفكاره أو أيديولوجيته، ولذلك الصحفيون في هذه القناة أو هذه الصحيفة أو هذه الإذاعة أو الوكالة يكونون مخبوبون من هذه الفئة ومكروهون ومغضوب عليهم من فئة أخرى. يعني مثلا هناك بعض الفضائيات أو الصحف أغلقت ليس لاعتبارات مرتبطة بحرية التعبير، وإنما لأن فهمنا لموضوع عملها وأدائها. مثلا قناة البغدادية تم إغلاق مكاتبها في القاهرة بضغط من الحكومة العراقية، وليس لأن هناك فقط معايير معينة لسبب الطلب الإغلاق، وإنما لأن هنالك فئات من الناس تكره هذه القناة، بحيث أن هنالك فئات كثيرة أيضا من الناس تحب هذه القناة وتدعم هذه القناة. ولكن في النهاية الغلق جاء نتيجة عوامل سياسية وليس نتيجة استفتاء شعبي مثلا أو موافقة شعبية أو أن الموضوع طرح على وسائل الإعلام أو على الرأي العام. لهذا أنا أقول التأثير السياسي واضح جدا في المعادلة العراقية، و الإعلام هو الأهم، أهم الحلقات. لماذا؟ لأنه أداة توصيل، أداة توصيل للعلاقة بين السياسي والمواطن، حتى في إطار إقناع المواطن أو الترويج أو التضليل أو ممارسة نوع من الضغط على هذا المواطن أو صناعة رأي عام أو الدخول في شراكة من أجل الانتخابات والوصول إلى البرلمان والحكومة والأداء الفاعل في الحياة السياسية. لهذا كان الضغط هائل على وسائل الإعلام العراقية لجهة التمويل ولجهة المنع ولجهة الحجز وعدم الانسجام المؤثر، لأن معظم الأحزاب والقوى السياسية والسياسيون الفاعلون يرجون لهذه الوسائل ولهذه الجهات والمؤسسات الإعلامية أن تكون رهن الإشارة. ولذلك من النادر جدا أن يكون هناك صحيح. أود أن أطرح سؤال أخير لأن دهمنا الوقت على الأستاذ أياد الزاملي. يعني أستاذ أياد، أنت نذكر بأنك يعني حكم عليك بالسجن على مدى عامين بسبب ما نشرته. انطلاقا من هذه التجربة، هل برأيك اليوم رغم كل شيء ورغم كل الضغوط التي أشار إليها ضيفينا، هل يمكن للصحافة في العراق أن تكون مستقلة؟ هل يمكن اليوم أن لصحفي أن يكون حرا في العراق؟
أحسنت، هذا سؤال مهم. إحنا بالفعل بعد 2003 اللي استهدف هي الصحافة الحرة، اللي استهدف هو الصحفي الحر، الصحفي المستقل، لأنه الصحفي لا ينتمي إلى جهة سياسية مدعومة. والأسف الإعلام بعد 2003 الإعلام العراقي أصبح أغلبها إعلام حزبي وإعلام حكومي، أما الصحفي الحر لا ينتمي لا لهذا ولا ذاك، ولهذا تراه مستهدف وتراه محارب. وحتى المسؤولين عندما يجد هذا الصحفي مستقل لا ينتمي إلى مؤسسة ما، للأسف يعني ما عليه نوع يعني نوع من الإرعاب والتهديد، وكانوا يتصيدون له موقف من هنا أو رأي هنا، وهذا ما حصل في أكثر من مكان وأكثر من موضع. ولهذا يعني تدخلات السياسة في عمل المؤسسات الصحفية المستقلة والحرة بدأت تكثر وتزيد، وإحنا مرينا في فترة مظلمة، فترة المالكي، وكنا نتمنى انتهى الوقت المخصص لنا. نعم. شكرا. نعم. على كل وصلت الرسالة. شكرا لك أستاذ أياد الزاملي، كاتب وصحفي عراقي. شكرا لمؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين. شكرا أيضا لرئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية أستاذ هادي جلو مرعي. معكم أتي إلى ختام حلقة اليوم، نلتقي غدا، إلى اللقاء.